أخبار اليوم. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم الجيش المصري افتتاح مهيب لمركز شباب الجزيرة. مركز شباب الجزيرة، مركز شباب الشعب. وقبل إطلاق إشارة البدء فعاليات احتفال النهاردة بمركز افتتاح مركز شباب الجزيرة، كان لنا اللقاء النهاردة مع الأستاذ عماد الشنواني عضو مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة. برحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا، أنتم منورين المركز. أهلا بحضرتك. حضرتك في البداية عايزين نتكلم عن أهم خط، يعني أهم التطورات اللي حصلت في المركز واللي إن شاء الله مفروض الزائرين يعني في الافتتاح بكرة هيلمسوها. وعايزين نعرف بس من حضرتك، هل في إضافة لأجزاء جديدة داخل النادي ولا هو تطوير لمجرد التطوير للأماكن القديمة اللي كانت موجودة فيه؟ خالص التطوير، تم تطوير بالكامل، تطوير المركز بالكامل. جميع الملاعب أزيلت وتم إنشاء ملاعب جديدة، منها النجيل الصناعي ومنها النجيل الطبيعي. الصالات اللي تحت الكوبري القديمة تم تعلية أدائها وتطويرها، بقى عندنا صالة الوحيدة في الشرق الأوسط تقريبا، صالة لألعاب الجمباز، بقى عندنا صالة متخصصة لمتحدي الإعاقة. سيادة الرئيس وصى على متحدي الإعاقة، فكانت التنفيذ فوري في عمل رسومات للصالات دي. تم عمل هذه القاعة يمارسوا فيها كرة السلة وكرة الطايرة وكرة الجرز المشهورين بها لمتحدي الإعاقة، زائد مجمع تنس طاولة على أعلى مستوى، صالة للفنون القتالية، صالة للمصارعة الروماني، صالة للجيم، وصالة الجيم على أعلى مستوى، وصالة كمان للندوات الثقافية والاحتفاليات وما إلى ذلك على أعلى مستوى. ملعب أو مجمع سكواش، فيه ثلاث ملاعب سكواش على أعلى مستوى، ودعوة لأبطال العالم، لأن مصر هي بطلة العالم في السكواش. تفضلوا في مركز شباب الجزيرة وتمرنوا، هتحسوا أن أنتم مش في مصر ولكن أنتم في قلب مصر، في قلب العاصمة، في مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك.